ولما جمال بنى السد العالي مصر كلها كانت بتسقف، كلها كانت فرحانة، كلها العالم كان بيبص على التجربة دي بتاعت هو ايه ده؟ انت بتأمم القناة وبعدين تبدأ تمول من عائدات القناة السد العالي. محدش قال للجمال والنبي لا توزع علينا أكل وشرب. محدش قال للجمال والنبي عائدات القناة حطها لنا في البنك على مرتباتنا. جمال قال احنا هنأمم عشان نبني السد، عشان بعمل مشروع صناعي كبير في مصر، فعاوز طاقة، عايز كهربا. محدش قال له يا جمال طاقة ايه؟ معقول الكلام ده؟ عايزين نزود المرتبات. وبالتالي جمال ما كانش محتاج وقتها يشرح انه لما بعمل صناعة يبقى انا اكبر الاقتصاد، ازود فرص العمل، ازود ساعتها المرتبات تزيد بشكل تلقائي، الناس تعيش وتتبسط. فمحدش وقف في وش جمال وهو بيوجه عائدات القناة لبنى السد، السد اللي اصبح اكبر سد ركامي في التاريخ، السد اللي كانت العالم كلها او العالم كله كان بيتكلم عنه وعلى قدرته المهولة في توليد الطاقة الكهربائية، السد اللي ساعد على حماية مصر دائما من اي جفاف محتمل. المصريين بقى، آلاف من المصريين كان ليهم ملاحم، مش هقول لك قصص، ملاحم، لأنه مؤمنين بالتجربة، لأنه واثقين في التجربة. فتلاقي أنه من ضمن الملاحم بتاعتنا على سبيل المثال، تعرفين احنا كده 52 سنة على افتتاح السد العالي، السد اللي بناه المصريين بقرار من الزعيم جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر ما شافوش في الافتتاح. يعني عندنا مصري عظيم هو المسعف ابراهيم حامد، احد شهود ملحمة بناء السد العالي. ازيك يا عم ابراهيم؟ الله يبارك فيك يا باشا. الله يكرمك. عامل ايه يا عم ابراهيم عظيم؟ الله يبارك فيك بخير والله يا استاذ. الله يبارك فيك. طمنا عليك وعلى الصحة. عال كده وحلوه وطيبه. الحمد لله احسن من غيري كتير. الله اكبر. 80 سنه دلوقتي وشويه، احسن من ناس كتير يعني. الحمد لله يديك الصحه وطولة العمر. احكي لي على حكايتك مع السد يا عم ابراهيم، وانا عارف ان انت عند، ايوه هي الصوره دي، عندنا صوره اهو وانت ماسك شهاده موقع عليها جمال عبد الناصر بنفسه. بالظبط. شهايد مشهودة يعني من عبد الناصر الله يرحمه، والمؤتمر القومي اللي انت موريها لي دي، الدكتور خالد عبد الناصر، واخد بالك؟ فكل شهايد كثيرة يعني اللي اخذتها منها، واخد بالك؟ المؤتمر القومي عبد الناصر، محافظ أسوان مصطفى السيد ماخذ منه تقدير برضو. انت عايزني بقى احكي لك القصه من الاول ولا ايه؟ احكي لي القصه من الاول عم ابراهيم. طبعا يا سلام، احنا نطول. اللي حصل، انا دخلت الخزانه الطبيه في مستشفى اسكندريه العسكري راس التين. ايوه عارف. وانا كنت في الحاله دي راس باعدادي يعني. فدخلت الاقسام كلها اللي هي الباطنه، الجراحه، الصدرية، الاستقبال، كل العظام، مضيف على جميع الأماكن دي. ماشي. فطبعا مع التدريب العملي في تعليلي محاضرات، برضو ناخد ساعة محاضرات. فمن نهاية الثلاث سنين حصلت على شهادة اللي هي ايه، ممرض خبرة. حلو. فطلعنا على طول في اول سنه 63، جيت هنا السد العالي، قدمت الاوراق دي لشركه مصر الاسمنت المسلح اللي هي كانت تبني القواعد في السد العالي، التوربينات والكلام ده كله، جميع الحاجات المسلح يعني. فقعدت في اول من يعني تعين 63 اولها، لسه قبل ايه تحويل مجرى النيل بتاع سنه يعني. ماشي. يعني مجرى النيل اتحول في 64. فطبعا ايه،
اول ما وصلت انا شافوا الاوراق، كنت اتبع الامن الاداري والصناعي، فادوني كشك على للموقع. الموقع ده كان ايه؟ القناة الأمامية اللي هي هتحول على النيل الجديد ويتقفل النيل القديم. فطبعا بيني ما بين القناة الأمامية ارتفاع تحت 80 متر، فكان في شغل تفجيرات تتفجر وبيفتحوا القناة الأمامية دي اللي هتدخلوا مية على ال 12 توربينة دي. فطبعا أنا ما كنتش متوقع إنه الحجار حتفر أو الديناميت لما يضرب حتاجي في الماء فوق كشكي. مستلم أنا الكشك، فيه شنطة إسعاف، فيه كراويتا، فيه كرسي، واخد بالك بقول عليها والعيان يقول عليها. فما كنتش متوقع لأن أنا داخل جديد المكان ده، وبيني ما بين الزفجرات دي 70 متر. فواحد جاء قال لي يا ابني انت قاعد هنا ليه دلوقتي؟ قلت له اروح فين؟ عند الدنيا اللي فيه شجره اضل فيها ولا ظله ولا حيط اقعد على عليه؟ قال لي يا ابني ما تضمنش، في تفجيرات الساعه 2:30 اطلع معايا. مشينا انا والرجل ده بتاع كيلو مطرح اسمه ضغط الهواء، وقعدنا تحت ضغط الهواء وقامت التفجيرات والدنيا اترجت والاسربه والحجاره اتنترت حاجه صعبه جدا بقى. فاخذنا ساعه في المكان ده ورجعت ثاني. لما رجعت لقيت الكشك ده مدمر تدمير كامل، وشنطه الاسعاف مكسره والدواء مكسر وكله. فاتخلعت على العهده بتاعتي وعلى مستقبلي، قعدت ابكي. فاخذت بعض رجعت الامن الصناعي للمدير وحكيت له الموضوع. قال لي يا ابني انت فيك حاجه؟ قلت له الحمد لله انا ما فيش على حاجه، لكن العهده كلها ضاعت والادويه دعكت. قال لي يا سيدي كل حاجه صغور، اهم حاجه انت. انا في الحاله دي كنت برتعش بقى وخوف ورعب. قال لي خذ اجازه يومين وتعال لي، انا حسلمك احسن من الشنطه الاولانيه اللي معاك واحسن من الكشك بتاعك، وكل يقول في ذا اهم حاجه انت. ماشي. طبعا في الحاجه يروح رد ثنيا. فقلت له بارك الله فيك. اخذت بعض رخصه خمس يومين وجيت راجع الشهر، سلموني برضه شنطه اساس جديده وكل المتعلقات اللي ضاعت بيا. طب حلو. غيروها وغيروا لي المكان، قال لي ابعد على قد ما تقدر، ودوا الكشك بعيد من منطقه العمل دي. فدي المصيبه اللي انا ايه اول ما شفت في السد العالي فيها. بعد كده طبعا اخذنا سنه وتحول مجرى النيل، ورحت التحقت بالمستشفى بتاع السد العالي شرق. ايوه. برضه في تخصصات زي المستشفى اللي انا كنت فيها، باطنه ورياح واستقبال وعظام وكل جميع التخصصات. يعني كانوا يجوا لك مصابين ازاي يا حاج ابراهيم؟ يعني ايه شكل الاصابات اللي كانت بتجي لك؟ في كسور وفي موت. يا سلام. في حتى يعني موت يعني عربيه القلب مثلا، حجر يجي للعامل من الدراميت يضرب ضربه يموت فيها. كل ده كنت بفتش برضه الجماعه اللي الميتين واشوف المتعلقات اللي معاهم، يعني مثلا كرنيه، يعني سبكي، يعني اي حاجه. فلوس طبعا كان الفلوس ضعيفه، كانت ايام ربع جنيه وعشر قروش وخمس قروش، كان القرش اللي ماشي. الجنيه ده كان جنيه كبير قوي يساوي الالف وشويه كمان الكلام ده. فطبعا قعدت انا في المستشفى السد العالي شكلي لغايه ما رحت الصيدليه، برضو عزبوني في الصيدليه، والدكتور حلمي خليفه كان اسكندراني خلى الدكاتره يكتبوا بالعربي.
معايا اثنين تعمل مع الدكتور ده. ايوه. الصيدلي. والمصرف العلاج كان عندنا العلاج بطل متوفر للعمال. العمال اللي هم تبع شركة عثمان، تبع الهيئة العامة لبناء الزلزال، كله مجانا العلاج ده كان. لأنه كلهم شغالين بيجوا بجواب ويكتبوا لهم العلاج اللي هي أو يشوفوا الحالة بتعزو. من ضمن العلاجات كان فيه برسام منوم، فيه برسام مسحر، فيه برسام مبسط. كل البرسامات دي كل حاجة شفناها بس ربنا كرمنا ما بقدرناش ناخذ منها. وفضلت موجود هناك كم سنة يا حاج إبراهيم؟ لا ما بس قعدت بقى كم سنة هناك؟ في المستشفى دي لغايه انا قعدت لغايه ما طلعت على المعاش سنه 2000. من حوالي 1900 و من 63 لحد 2000. 63 باين. لغايه ما طلعت على 2000. يا رب يديك الصحة. عملت في المستشفى برضو. ربنا يديك الصحة يا حاج إبراهيم. احنا الله يبارك فيك. يعني انت مش متخيل مدى فرحتنا كده واحنا سامعين صوتك وحكاويك. الله يبارك فيك. وربنا يا رب يديلك الصحة وطولة العمر والبركة في العمر ويبارك في صحتك يا رب. ونسمعك كده ونسمع حواديتك معانا كل سنة. المميزات مثلا. ماشي. قول لي. احنا اتكلمنا على الحاجات الخطرة كلها. الحاجات الصعبة. ايوه. المميزات طبعا. أدوني شقة وعلمت فيها أولادي وكان التعليم إيه مش زي كده صعب يعني. وعندك كم ولد يا حاج إبراهيم؟ عندي 3 أولاد. الله أكبر. واحد فيهم مدير الضرائب العقارية ما ياسر. شاء الله. وأحمد إبراهيم مهندس حاسب آلي. ما شاء الله. وحمادة إبراهيم زي إيه سواق تاكسي يعني عنده عربية الملك. ما شاء الله ربنا. أما البنات 4 كلهم متعلمين. ما شاء الله. فيهم أخصائي اجتماعية نقول عليها معهد عالي خدمة اجتماعي فيها كلية تربية أسوان واخد بالك أنت. البنات برضه كلهم متعلمين والأولاد متعلمين وأنا رحت الحج مرتين برضه وأم العيال الله يرحمها. برضه وزيت الحج مرتين وكان الحج ايامها بربع 4500 طلعنا طياره جمعيه فايسيت الحج والعمره تاثر بالعالي. طلعنا برضه رحنا الزيارات اللي زي معبد الكرنك وادي الملوك. مصنع السكر بتاع كومنبو طبعا. الرحلات للبحر رحنا المصايف كله على حساب الحكومه دي المميزات يعني بقول لك عليها. يا سلام يا سلام سلم وهم يلاقوا احسن منك يا حاج ابراهيم علشان يبسطوه ويبسطوا اولاده واحفاده كمان. ربنا يخلي ويخليك لينا كلنا يا رب. كل الشكر ليك يا حاج ابراهيم. كل الشكر للحاج ابراهيم حامد مسعف مصري واحد من شهود ملحمه بنى السد العالي.